ليست هذه مجرد صورة يحملها محمد نجيب، إنها قصة شاب غيب عن عيون أبنائه وأسرته. كان محمد محمولا في حضن والده نجيب النمشة في منزلهم بقرية العبيسة في منطقة حجور بمحافظة حجة، لكنه اليوم حاملا صورة والده المغيب في سجون ميليشيا الحوثي الإيرانية منذ 5 سنوات. أبي له 5 سنوات مسجون في السجن لا ندري أينه، ولما وقعت صفقة تبادل بالأسرى كنا نظن أنه بينهم، ونتحدث أنه سوف يخرج مع الصفقة هذه، له ما خرج وكنا متأملين أنه يخرج، وله مسجون لا ندري أينه، هل مريض بخير، لا ندري عنه بشيء. عاشت هذه الأسرة فصولا من المأساة التي عاشها أبناء منطقة حجور عندما داهم الحوثيون منزلهم في العام 2018. عاشت تقية تفاصيل قصة مأساوية داخل منزلها عندما داهمتهم الميليشيا لتقتل زوجها أحمد النمشة أمام عينيها وأولاده وتمثل بجثته. ولم تكتف بذلك، بل اختطفت ولدها نجيب وهجرت الأطفال والنساء من القرية بكاملها. دخلوا لما البيت حقنا ومسكوا زوجي قتلوه وشرحوا قطعوا يديه وقطعوا رجليه وفعلوا بولا أدري ما أقول لكم غير كذا، وابني شلوه من الطريق وذاك شلوه من الطريق وصاروا ما احنا دارين أنجاوبه، وهذا رجعوا شلوه وخفاه ودف بثلاجة، رجعنا ما دحيل نتابع بعده وين ديته وين ديته. أخوه جلس عندهم يمكن 9 أشهر مدري أكثر، ورجع خرجوا لنا من الثلاجة بعد مراجعة وبعد مدري ما نزيد. وابني وانا داري انا اقول له اذا 5 سنوات ندور بعده ما بش ما عاد لقيناه. كغيرها من الأسر الحجورية المنكوبة، حضرت أسرة نجيب فعالية حقوقية في مدينة مأرب كشفت خلالها جانبا من الانتهاكات التي تعرض لها أبناء حجور خلال حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية، وما تعرض له المختطفون من أبناء المنطقة الذين بلغ عددهم 337 مختطفا ومخفيا قسريا، لا يزال البعض منهم في أقبية سجون السلالة ولم تشملهم الاتفاقات المبرمة مع الميليشيا في ملف الأسرى والمختطفين. كان يعني طرحوا لي جهاز في رجلي، فكان يأتي بهذا الجهاز يخرجني من بعد صلاة العشاء ثم يعلقني في طاقة، يجلس هو مخزن متكي ربط على عيني ثم يجلس هناك ليحقق معي من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة الفجر، وأنا مربوط في الجهاز الذي ركبه في رجلي ثم يربطني في الطاقة ويحقق معي إلى الصباح، فأقوم وقد اتسخ معوزي بالدم. خلال الفعالية أطلقت دعوات لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا من أبناء حجور في سجون ميليشيا الحوثي ومحاسبتها كونها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في المنطقة، بالإضافة إلى تدويل ملف الانتهاكات وتقديمه للمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب.